فقد من ساحة اعتصام الأحرار في بابل ليتبين لاحقا استشهاده بعد أن اغتيل على يد الميليشيات. أبو أحمد سجاد الجنابي أحد الثائرين ضد الفساد الحكومي وآلة القمع الميليشياوية وأحد أبرز الناشطين في تظاهرات بابل. في يوم تشييعه أكد أقارب وأصدقاء الشهيد أبو أحمد إنه كان من السباقين لإغاثة المتظاهرين في بابل لا سيما الطلبة، ومد يد المساعدة لمتظاهري ذي قار، كما أنه كان على رأس المشاركين في المليونيات التي اتجهت إلى ساحة التحرير في بغداد. حبه لبلده العراق هو السبب في العطاء غير المحدود الذي قدمه أبو أحمد لإخوته، فكان يقاتل من موقعه بالكلمة والهتاف ضد الفساد والفاسدين. كان يحمل روح العراق وكانت وطنيته عالية لا يراهيها أحد، كان شريفا يقاتل من موقعه ويقاتل هذه الأحزاب القذرة النذلة التي أطالت إلى أبا أحمد. اتهامات لميليشيات الأحزاب الحاكمة بالوقوف وراء اغتيال الحاج أبو أحمد أحد أبرز الداعمين لتظاهرات ثورة تشرين في بابل. المرحوم المغدور أبو أحمد الجنابي كان مواظبا منذ انطلاق الشرارة الأولى للثورة، وكان رافعا صوته وشعار هيهات منا الذلة كما رفعه وناده الإمام الحسين عليه السلام. رجعنا لسبب مقتل هذا الرجل أو وفاته، حقيقة هي الأعمار بيد الله، لكن حقيقة السبب أنا رأيي هو سبب الأحزاب الفاشلة، هذه الحكومة المتهرية الكارتونية لو استجابت لمطالب المتظاهرين من الشهر الأول من الأسبوع الأول لكان أبو أحمد مع عائلته. أحد الحاضرين في تشييع جنازة الحاج أبو أحمد أكد أن محاولات ترهيب المتظاهرين والناشطين بالاغتيالات لم تجد نفعا ولن تكون كذلك منذ انطلاق ثورة تشرين أواخر العام الماضي. هذا يريد يخرب المتظاهر حتى يخوف ويسوي رعب على المتظاهرين. احنا ما نخاف إن شاء الله، احنا ما خايفين إن شاء الله، ما خافين، ربك هو اللي أخذها واحنا باقين مستمرين ان شاء الله بهاي الساحة. وكان الشهيد ابو احمد سجاد الجنابي قد ظهر قبل ايام قليلة من استشهاده وهو يتهم الميليشيات التابعة لاحزاب السلطة بالمسؤولية عن قتل المتظاهرين السلميين ومحاولة انهاء تظاهراتهم، وهو ما يرجح فرضية اغتياله على يد الميليشيات مثلما اغتالت الميليشيات مئات المتظاهرين والناشطين المدنيين الذين أعلنوا رفضهم لسلطة الأحزاب الفاسدة وأجنحتها المسلحة. هسه العراق ما بي دولة، أنا وجه رسالة إلى مجلس الأمن الدولي إن لم يتدخل فورا لإنقاذ الشعب العراقي وردع هذه الميليشيات الخارجة عن القانون الإلهي وعن كافة القوانين، فاسمحوا لي أن أقول هذا مجلس الشياطين، إذا ما يتدخل فورا خلي أدي يقوم بالدور ماله، فهاي الميليشيات إلا قوة، وأطلب من الأمم المتحدة والعرب إن كانوا فعلا هم عرب وإنما هم ذولا عرب الجنسية ليش ساكتين عن الشعب العراقي؟ أقسم بالله العظيم والشر قادم للعرب إذا بقت هاي الحكومة الطائفية.